شيء يا كل العساكر. محمد محمود زكي. حد محمد عنده كم سنه؟ عندي 49 سنه. صاحب محل؟ صاحب محل في شارع السنه. من اهل كرداس. تمام، انت تقول ايه بالنسبه للكلام اللي منفى؟ انتوا في منفى ومحطه؟ احنا ولا في اي حاجه، كرداسه ما فيهاش اي مشاكل ولا فيها اي حاجه، وحضرتك جايه وشايفه ان كرداسه ما فيهاش اي حاجه. حضرتك قلت لي بتسجني في موقف عملته مع حضرتك. احنا عندنا عساكر، انا واحد من الناس، كان عندنا 28 عسكري عندي في بيتي. جايين ساعه الضرب، جم وكده، قاموا داخلين عندنا وقعدوا، ما استخبوش ولا حاجه، جم قعدوا وقالوا لنا ساعتها ان في ضابط جوه ضرب عساكر ما رضيتش يضربوا نار، وقالوا لنا حاجات كتير حصلت جوه، عسكري صوابعه طارت عشان ما رضيش لبسوا اللبس بتاعي من عندي ومن عند جيراني، واتغدوا عندنا ومشيناهم كل واحد، واللي خد فلوس فيهم خد عشان يروح. عساكر مجندين ولا عساكر؟ مجندين. مجندين موجودين. انتوا ايه، انت صاحب محل هنا؟ صاحب محلات في الشارع السياحي ده. في الشارع السياحي متقصي السياحه عندك؟ طبعا اكيد طبعا، احنا قافلين بقالنا اسبوعين حضرتك. اكيد حضرتك احنا قافلين بقالنا اسبوعين. حضرتك صاحب محل بالنسبه للمصانع عندنا. المصانع عندنا قافله بقالها اسبوعين، قافلين، ما فيش حد لا فيه قماش راضي يجي من المحله. السبب في كده الظروف اللي احنا عايشينها دي، طبعا الناس متخوفه بالفعل. لا حضرتك الاعلام عمل ان كرداسه احنا مالناش دعوه باسماء. الاعلام عمل كرداسه ان فيها ارهاب. حضرتك موجوده وادخلي كرداسه كلها، كان كرداسه كلها ارهاب. احنا اللي حصل في اليوم ده، ناس احنا صدقيني اقسم لك بالله ناس ما نعرفها، منطقه صناعيه يعني، عاملين يعني الهدم الكرداسي دي مش ولا واحد، ناس ملسمه ما نعرفهاش ولا عمرنا شفناها. حضرتك احنا عشنا القلق. انا بصي حضرتك، انا اقول لك على حاجه، انا هتحدى اي واحد من الصور اللي بيجيبوها يقول ده فلان الفلاني، لان احنا ما نعرفهمش. لو في واحد في كرداسه يعرف دول مين، ليك اللي انت عايزاه. يعني كل الوجوه اللي غاصبين كلهم ملسمه، احنا ما شفناهمش. لا 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 لا، ده كلهم ناس ملسمه احنا ما شفناهمش. كرداسه كبيرها حضرتك اللي نزل طوبه. الفيديو اللي جه برضه على قناه دريم مش تبع كرداسه. المدرسه اوكي، لكن الاشخاص اللي هم جايبينها، والله احنا ما نعرف. معلش يعني العقل يتكلم. ازاي واحد شايل ارباجيه ولابس بنطو؟ يعني بالعقل. طب انتوا وقت الحدث والهجوم الملثمين على يعني كان موقفكم ايه؟ موقف احنا يعني حضرتك، انا بقول لك موقفنا اهو، موقفنا اترعبنا. احنا بقول لك الموقف بتاعنا من المركز لما شفنا الاشخاص دي، احنا جالنا عمليه ظهور، طلعوا هيجوا على طول بعد حضرتك. ده جالنا جاه للبلد جوه، طبعا البلد هنا كلها عائلات، جاه للبلد ان فض الاعتصام بتاع النهضه مات ناس كتير من كرداسه، وبتاع رابعه مات ناس كتير، فشيء طبيعي ان هم طالعين يدوروا على اهاليهم. فبدا سياده المامور او نائب المامور قال لهم امشوا من هنا، طب فضي عشان تقريبا الناس هايجه او كده. فقال لهم لا امشوا من هنا، لو في راجل يجي وما اعرفش ايه وضرب نار في الهواء، الناس جريت وبداوا يزعقوا طوب. فجأة لقينا الناس اللي جايه ديت ملثمه دي، ضربت نار ومشوا، مش عارف ايه، دخلوا ضربوا ومشوا. كانوا كام شخص؟ حرام ما نعرفش، والله حرام نضرب. حضرتك احنا كنا هنا واقفين تأمين للمحلات، وانا خدت عصايه على ظهري عشان بص حضرتك، خدت عصايه لمجرد ان انت بتحاول تأمين لمحلاتنا وشغلنا، لان معلش هنا كلنا الشغلانه بتاعتنا ده مقصود. هم جم ضربوا هم دخلوا من الشارع كده ولا من حضرتك؟ الشارع ده كان الشارع متأمن ان حاجه تخش، مفيش حد يخش. الشارع ده منعنا ان هو كان متأمن ان مفيش حاجه تخش، والناس مأمنه من المحلات، كان الناس دخلت من هنا. بل العساكر كلها طالعه من الشارع ده. يعني حضرتك انا هوريك المكان اللي كان قاعد فيه العساكر لو انت عايزه تصوريه، واوريك الحاجات بتاعتهم اللي احنا شايلينها.